المعلومات المتوفرة لديكم حول التحضيرات الغربية وخاصة الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة في مدينة الرقة؟ نعم، أولا السلام عليكم وتحية لك وعليكم السلام. ولضيفك الكريم. حقيقة يعني الأضواء اليوم أو خلال الأيام الثلاثة الماضية والأسبوع الماضي تتجه نحو محافظة الرقة أو المركز أو المعقل الرئيسي لتنظيم داعش تحديدا في القسم في سوريا. طبعا التحضير، الأخبار المتداولة، يعني الكل يتابع خلال الزيارة خلال الساعات الماضية القليلة، و48 ساعة الماضية خلال زيارة الجنرال الأمريكي لمناطق قوات الإدارة الذاتية الكردية أو قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب في ريف حلب تحديدا إلى كوباني وعفرين. التقى خلالها العديد من قادة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك تم خلالها النقاش، ومن خلالها حسب المعلومات التي وصلتنا من بعض القادة المتواجدين أن الكلام كله يدور حول تحديدا يعني تقارب وجهات النظر بين القوات الكردية وأيضا قوات الجيش السوري الحر المتواجدة في تلك المنطقة من أجل فتح معركة باتجاه محافظة الرقة. ولكن من هو الجسم الأساسي لهذه القوات الآن؟ هل فعلا المشاركة الرمزية كما يقول النشطاء السوريون لعناصر من الجيش الحر تكفي لتبديد مخاوف سكان مدينة الرقة العرب من احتمال أن تقوم القوات الكردية بمثل ما قامت به ببعض القرى العربية التي هجرت أهلها منها؟ تماما، هدف الزيارة الرئيسي هو هذه النقطة التي أنت قصدتها. الآن محافظة الرقة هناك يعني بشكل عام، يعني قوات التحالف الدولي هناك مخاوف، إن كان من قبل من أهالي محافظة الرقة من قبل القوات الكردية، خوفا من تكرار المشهد الذي حصل بريف الحسكة أو يعني بريف حسكة الجنوبي. هناك يعني مئات القرى العربية تم تهجيرها من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، وأيضا ليس ببعيد عن ريف محافظة الرقة خصوصا تل أبيض والمنطقة هذه التي تم تهجير آلاف السكان العرب من قبل قوات سوريا الديمقراطية. اليوم بشكل عام القوات التحالف الدولي هي تخاف أو بالأحرى من وجود قابلية أو شعبية من قبل سكان محافظة الرقة للقوات التي سوف تهاجم المدينة أو لتحريرها من قبل تنظيم داعش. الجنرال الأمريكي هم ناقشوا وجود يعني دخول قوات عربية أو بالأحرى قوات تابعة للجيش الحر، الجيش السوري الحر، بجانب قوات الإدارة الذاتية الكردية من أجل الآن سؤالي الأخير لك ريان، هل هذا يبدو وشيكا وهل يرتبط ذلك بموجة النزوح التي تناقلها بعض النشطاء السوريين لسكان مدينة الرقة؟ هل ما زالت هذه الموجة مستمرة؟ الموجة ما زالت، حركة النزوح ما زالت مستمرة منذ البارحة، حيث بعد أن قام تنظيم داعش بالإعلان عبر مكبرات الصوت بالسماح لأهالي مدينة الرقة بالخروج من المدينة باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرته بريف الرقة تحديدا، لا يسمح لهم بالخروج إلى مناطق باتجاه الشمال، يعني أي باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة المسلحة تحديدا لمناطق سيطرته. المعطيات على الأرض من خلال التحشيد لقوات سوريا الديمقراطية ومن خلال لبعض التحضيرات من قبل فصائل الجيش السوري الحر المتواجدة هناك، وأيضا الكلمة الصوتية لابد أن نذكرها البارحة، يعني كما التي أطلقها العدناني، أيضا هذه نقطة. والزيارة الأخيرة التي قام بها الجنرال الأمريكي، أتصور يعني الأيام القليلة القادمة يعني كفيلة بأن تكشف لنا ماذا سوف يحدث. شكرا. وأيضا يعني نتمنى السلامة والأمان لأهل محافظة الرقة من هذه المعركة المفتوحة. شكرا لك ريان الفرات، الناشط الإعلامي، كان معنا عبر سكايب صوتا من المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا.